سهيل بان الصبح مع شقة النور وأهل الولع في شوفته بشروني الله بأمره كل معسور ميسور وذا السبب اللي اندبتني يشجوني سهيل بان الصبح مع شقة النور وأهل الولع في شوفته بشروني الله بأمره كل معسور ميسور وذا السبب اللي اندبتني يشجوني من لا يوسع خاطره بالمعثور يكثرت حاجاتهم واشغلوني كني أسير خاطر البال مكسور أشوم لا ضاقت علي وازعجوني سجل قدم يم خايع قفر ممطور يجلي عن القلب المعنى الحزوني مريح بالك ولا عنك مخبور غير ثريا مالنا تلفون وربعك خيار قروم مع خير تطيور ما حسب أول الوقت لو يبعدوني ونزالنا ما بين جيان وعور نمسي بغدرة لو علينا مزوني وليذن المذن مع شقة النور والنار شبة وجرمها بالغصوني والشمس تشدي لشرقت من ورا القور طلت جبين حجاج نجل العيون وفرعت قرناس على الطلع مشهور وسله جنس وزانجر مهبلوني راكد ولا من شاف تقل مسعور زود الظفر كن وسط راسه جنوني هذيك تسوى عندنا ديار وقصور ما كل من يشفق عليها زبوني أقول ما في خاطري وأقبل الشور وأهل الوفا والعرف ما يزعلوني ماني على تجربة الأصحاب مجبور لو كان بعض أصحابنا جربوني من لا يعذر الناس ما هو بمعذور لصار دون السلم قلنا يهوني وقلب بلي دين ما هو مسرور ما شال همي من يسدد ديوني والله النظر عن زلة الناس بحذور ما كل من يشرح علينا يموني. سلامتك.